هذا اليوم المبارك، اليوم 162 من هذه الحرب الذي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعب غزة، نقف اليوم وقفة إجلال واحترام وتقدير وامتنان إلى إخواننا في جمعية كتبيسة وإلى الشعب الأندونيسي المعطاء على جهوده المباركة والطيبة في دعم صمود أهالي قطاع غزة في هذه الحرب. شكرا للشعب الأندونيسي المعطاء وشكرا لجمعية كتبيسة على هذا الجهد. اليوم نقف في هذه التكية التي أعدت خصيصا لإعطاء ولمناشدة ولمساندة صمود هذا الشعب على أرضه. نقف في هذه التكية التي تقدم أكثر من 2000 وجبة إفطار لهذا الشعب الذي نزح قصرا من أراضيه ومن بيوته. فاليوم الآن في هذه التكية نقدم وجبات الإفطار لهذا الحي. شكرا الشعب الأندونيسي المعطاء وشكرا جمعية كتبيسة على ما يقدموه وسيقدموه لهذا الشعب الفلسطيني المنكوب. وبارك الله فيكم وجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم وحسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.